بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته محاضرتنا لهذا اليوم تتكون من جزئين الجزء الأول نتناول به إن شاء الله تعالى هو موضوع النيرفس سيستم والجزء الثاني نتناول به موضوع الإندوكراين سيستم بالنسبة للسنترال نيرفس سيستم عفوا the nervous system has two main divisions بقسمين أساسيين اللي هي السنترال نيرفس سيستم الجهاز العصبي المركزي وأيضا البريفرال نيرفس سيستم الجهاز العصبي المحيطي. السنترال نيرفس سيستم composed of the brain and the spinal cord. إذا CNS consists of the brain and the spinal cord من الدماغ والحبل الشوكي. أما البريفرال نيرفس system فبالحقيقة consists of all the nerves outside the CNS يشمل لنا كل الأعصاب اللي هي خارج central الجهاز العصبي المركزي. ممكن تشمل لنا cranial nerve يعني الأعصاب اللي بالجمجمة وأيضا تشمل لنا الأعصاب الشوكية spinal nerves. The peripheral nervous system is further divided into the somatic nervous system and the autonomic nervous system. الجهاز العصبي المحيطي يقسم إلى أيضا بعد إلى somatic nervous system يعني الجهاز العصبي البدني أو الجسمي والautonomic nervous system أو الجهاز العصبي الذاتي أو اللا إرادي. Somatic nervous system الجهاز العصبي البدني is the part of the peripheral nervous system اللي هو من اسمه associated with the voluntary movement of skeletal muscle اللي هو يعني يتعلق ب أو مرتبط بالحركة الإرادية للجهاز الهيكلي while the autonomic nervous system بينما autonomic nervous system الجهاز العصبي الذاتي أو اللا إرادي بالحقيقة is responsible for the bodily functions not consciously directed بالحقيقة such as يعني بالحقيقة مثل يعني الجهاز اللي هي تدار يعني لا إراديا مثل التنفس مثل beating of the heart and digestive process وعملية الهضم. إذن البريفرال نيرفس سيستم يتكون لنا من السوماتيك نيرفس سيستم والاوتونوميك نيرفس سيستم. السوماتيك نيرفس سيستم بالحقيقه اللي هو اسوشيتد ويل فولنتري موفمنت اوف ذا سكيليتال مسل بينما الاوتونوميك نيرفس سيستم بالحقيقه هو اللا ارادي اللي هو ريليتد للبودي فانكشن اللي هي نوت كونشسلي دايركتد سوتش اس البريثينج البيتينج اوف ذا هارت اند ذا دايجستيف بروسيس. أيضا الأوتونوميك نيرفس سيستم is further divided. الأوتونوميك نيرفس سيستم الجهاز العصبي اللا إرادي أو الذاتي بالحقيقة يقسم إلى sympathetic nervous system الجهاز العصبي الودي والparasympathetic nervous system الجهاز العصبي نبات يسمونه جاري الودي أو الهذا. sympathetic nervous system مثل ما قلنا يسمونه الجهاز العصبي الودي prepare the body for emergency and stress by increasing the beating rate, the breathing rate, the heart rate and the blood flow to the muscle. sympathetic nervous system عادة prepare the body for the emergency and stress يحضر الجسم لحالات الطوارئ حالات التوتر لذلك by increasing معدل التنفس ومعدل دقات القلب وكذلك blood flow إلى المصل بينما الparasympathetic بالحقيقة الجاري الودي يعني تقريبا يشتغل لنا تقريبا بالعكس bring the body function back to the normal يرجع لنا إلى حالتها الطبيعية after a stressful situation has ended. إذا هذه الشغلات اللي العوامل المسببة للتوتر انتهت فالparasympathetic nervous system يرجع لنا الجسم إلى حالته الطبيعية مثل ما قلنا هذا central nervous system composed of the brain and the spinal cord اللي هي central nervous system وأيضا composed of the peripheral nervous system. هذا التقسيم ملخص النيرفس سيستم يقسم الى سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. البريفرال نيرفس السنترال نيرفس سيستم تشمل لنا البرين اند سباينال كورد والبريفرال نيرفس سيستم يقسمونه فيردر الى سوماتيك نيرفس سيستم واوتونوميك نيرفس سيستم والاوتونوميك نيرفس سيستم بدوره يقسم الى سمباتيك نيرفس سيستم والبارا سمباتيك نيرفس سيستم. عندنا الوورد بارت ريليتد تو ذا نيرفس سيستم هذه المصطلحات اللي هي الكلمات العفو تقريبا
الروت او السفكس اللي نستخدمها واللي هي ريليتد تو ذا نيرفس سيستم. السيفال هيد هيد سيفال هيد سيريبرام يعني يشمل لنا المخ او البرين ان جنرال الدماغ ان جنرال كرين كرانيوم او سكال للجمجمه انسيفالو انسيفالو برين يعني الجانجليا سويلنج اور نوت يعني العقد العصبيه الجل الجلو يعني الجليال سيل يعني الخلايا الدبقيه الجلو هو يعني اللاصق الهايد ووتر المانيا اكزايتد ستيت يعني المانيا اكزايتد ستيت واحسان يعني حاله الهوس واحيانا يعني تستخدم ككلمه لواحد نقول هذا عنده مانيا يعني اكزايتد ستيت حاله من الهوس والجنون. مننجي الممبرين هذا غشاء السحايا المانت يعني ريفيرنج تو ذا مايند يعني الشغلات اللي هي العقليه والذهنيه. هذا مثل ما قلنا المننجس النورمال مننجس يعني عنده طبعا هذا غشاء السحايا اللي تكون ولنا من ثلاث طبقات. طبعا الالتهاب مالته احنا نسميها مننجايتس نسميها التهاب السحايا. انذر وورد هي بالحقيقه منيزيا يعني الذاكره الميموري لذلك نقول امنيزيا يعني فقدان الذاكره. المايلو يعني السباينال كورد واحيانا ايضا يشير الى البون مارو نخاع العظم. مايل اذا مايل يعني يشير الى الحبل الشوكي واحيانا ايضا نفس المصطلح نفس الكلمه هذه تشير الى البون مره نخاع العظم. نيور اكيد يعني تعرفونها النيرف. الباريسيس بارشيال باراليسيس شلل جزئي او شلل. اما الافيزيا فهي السبيتش الافيزيا يعني الافيزيا يعني انعدام الكلام. فوبيا يعني الفير خوف. البليجيا يعني باراليسيس يعني خلينا نقول كومبليت باراليسيس بالمقارنه مع الباريسيس اللي هو البارشيال باراليسيس. السايكو يعني السايك يعني المايند سايكولوجي علم النفس وهكذا. شيز يعني شيز يعني تو سبليت يعني انفصام يعني انفصام الشيزوفرينيا او سكيزوفرينيا يعني انفصام الشخصيه. Disorders related to the nervous system. عندنا أول هاي الأمراض اللي هي related to the nervous system. الألزهايمر ديزيز هذا مرض الألزهايمر. A disease characterized by progressive mental deterioration that include loss of memory. It is the most common cause of dementia among other older adults. بالحقيقة الألزهايمر هو the most common cause of dementia يعني الخرف اللي يصير عندنا في كبار السن. إذن هو a disease characterized by progressive mental deterioration. Progressive يعني يصير عندنا يتفاقم مع مرور الزمن. deterioration ويعني يعني انحطاط او ذات انكلود لوس اوف ميموري. اذا هو بالحقيقه هو انخفاض وفي الفعاليات العقليه اللي تشمل لنا من عندها ايضا مثلا فقدان الذاكره وايضا هو مثل ما قلنا هو اذا هو مرض يعني يصير يعني بروجريسيف منتال deterioration انحطاط في الفعاليات العقليه يتفاقم مع مرور الزمن ويشمل لنا ايضا فقدان الذاكره وهو بالحقيقه السبب الاساسي السبب الرئيسي للديمنشيا الخرف اللي يصير عندنا في كبار السن. امنيزيا يعني لوس اوف ميموري فقدان الذاكره. انكزايتي يعني القلق a feeling of fear or worry. attention deficit hyperactivity disorder هذا نوبات يسمونه فرط الحركة. A condition that begin in childhood يعني يصير عندنا بالأطفال وتبدي بالأطفال. And it characterized by attention problem يصير عنده مشكلة في deficiency بالattention بالانتباه وأيضا hyperactivity يعني فعاليات فرط الحركة. الأوتيزم التوحد a disorder of unknown etiology يعني ما معروف سبب ماته بالحقيقة. characterized by the inability to form social relationship and to communicate with others. يعني الأوتيزم بالحقيقة التوحد هو مرض يصير عندنا بالأطفال وأيضا يستمر معهم. characterized by inability to form social relationship and communicate with others. عنده مشكلة في التواصل مع الآخرين وتكوين علاقات اجتماعية معهم وبالتالي يصير عندنا احنا نسميه التوحد وايضا يصير يعني طبعا اكثر في كثير من هو في كثير من الاحيان يصير عندهم مثلا تأخر في الكلام وغيرها من الاعراض.
هذا مثل ما قلنا هذا الاوتيزم يعني ديزيز كاركترايزد باي انابيليتي تو فورم ا سوشيال ريليشن شيب اند تو كوميونيكيت وذ ذا اذر، بينما الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديسوردر يصير عنده هايبر اكتيفيتي مع يعني فرط الحركه مع قله الانتباه. سيريبرو فاسكولار اكسيدنت اعتقد اخذناها يعني اللي هي الجلطه دماغ سادن دامج تو ذا برين تلف في الدماغ ريزلتنج فروم ريدكشن اوف سيريبرال بلاد فلو. في اغلب الاحيان هو جلطه الدماغ هو سببها قله الدم الواصل الى الدماغ، وان كان قلنا احيانا قد تحضر بسبب نزف في الدماغ مثل ما قلنا الاسمها الاخر هو الستروك. الكوما هي الغيبوبه اديب ستوبر يعني حاله الغيبوبه كوز باي illness or injury. Convulsion هو التشنجات أو الاختلاجات a serious or violent involuntary muscle contraction. Involuntary muscle contraction حالة من التقلصات اللا إرادية حالة من التقلصات سلسلة من التقلصات اللا إرادية هذا احنا نسميها convulsion الاختلاجات أو التشنجات. Dementia هو الخرف impaired intellectual function يعني impaired يعني يصير عندنا impairment يعني خلل في الوضع في الفعاليات او الوظائف العقليه. ديبرشن الكآبه a loss of interest or pleasure in almost all activity يعني الكآبه هي فقدان المتعه والسرور في كل الفعاليات الحياتيه اليوميه. هاي الكوما قلنا حالة فقدان الوعي الغيبوبة. هذا الكونفولشن قلنا سيريس اوف انفولنتري مسل كونتراكشن يصير عنده انفولنتري مسل كونتراكشن هذا احنا نسميها الكونفولشن. اما مثل ما قلنا الديمنشيا امبيرد انتلكتشوال فانكشن امبيرد انتلكتشوال فانكشن يعني هذه يصير عندنا خلل بالفعاليات الذهنية ويصير عندنا نسميها الخرف. Encephalitis, inflammation of the brain, التهاب الدماغ. Epilepsy هو الصرع بالحقيقة هو CNS disorder يعني مرض بيصيب الجهاز العصبي المركزي characterized by seizures. Seizures يعني هي بالحقيقة يعني sudden electrical activity in the brain يعني هذا لما يصير عندنا زيادة بال electrical activity بالبرين راح هاي نسميها seizure وبالتالي الحالة اللي تسبب لنا اياها راح تسبب لنا الصرع اللي احنا نسميه الإبيليبسي. يوفوريا هي حالة الانتعاش an exaggerated feeling of well-being يعني هذا حالة من الانتعاش وبالحقيقة يسببها يعني مثلا بعض الأدوية المخدرة. الهالوسينيشن الهلوسة هي hearing or seeing things not really present يعني هذا الهلوسة يعني يتخيل ويسمع ويشاهد أشياء هي بالحقيقة ما موجودة. هيميباريسيس قلنا باريسيس هو partial paralysis هيمي يعني نصفي أو weakness in one side of the body بينما الهيميبليجيا قلنا البليجيا يعني paralysis بينما الباريسيس هو بالحقيقة partial paralysis فالهيميبليجيا هي paralysis of one side of the body. إذن الهيميباريسيس هو شلل جزئي بجانب واحد من الجسم أما الهيميبليجيا فهي شلل كامل في جانب واحد من الجسم. هذا الإبيليبسي قلنا الصرع يصير عندنا a disease characterized by seizures. السيجر اللي تصير لنا قلنا السيجر هي السيجر بالحقيقة هي قلنا الأبنورمال electrical activity in the brain. هاي اليوفوريا حالة الانتعاش exaggerated feeling of well-being إنها يسببها أحيانا بعض الأدوية المخدرة. الهيدروسيفالاس excessive cerebrospinal fluid accumulation in the brain as a result of obstruction to the flow. إذن الهيدروسيفالاس هو هذا يصير عندنا excessive accumulation of the cerebrospinal fluid يصير عندنا تجمع السائل الشوكي في الدماغ وبالتالي لأنه يصير عندنا بسبب الانسداد الجهة اللي يصير عندنا بها التصريف مالته obstruction فيصير عندنا هذا enlargement of the head. انسومنيا هي الأرق insufficient sleep يعني قلة بالنوم. ليثارجي يعني الخمول أو الكسل state of sluggishness or stupor يعني هذا يصير الخمول. مننجايتس يعني التهاب ذات السحايا inflammation of the meninges. ميغرين هو يسمونه الشقيقة يعني moderate to severe headache usually in one side and accompanied by nausea, vomiting and sensitivity to the light. إذن الميغرين هو الصداع الشقيقة
يسمونها الشقيقة moderate to severe headache، يعني صداع يوجوال عادة في أغلب الأحيان يكون لنا بجهة واحدة، وإن كان ممكن أن يصير بجهتين بالحقيقة، accompanied by يصير عنده ويا nausea vomiting، يصير عنده تقيؤ، يصير عنده يعني sensitivity to the light، يعني تحسس من الضوء. نيورالجيا هو pain in the nerve، ألم بالأعصاب، هذا نسميه نيورالجيا. هذا الهايدروسيفالاس قلنا enlargement of the head due to excessive accumulation of the cerebrospinal fluid in the brain، تجمع السائل الشوكي، لأنه صاير بي انسداد في جهة التصريف مالته. أما قلنا الميجرين فهو عادة mild to moderate headache usually in one side، وإن كان من الممكن يصير حقيقة في الجانبين، يصير ويا عندنا نوزي، يعني احنا بالعامية نسميها لعبان نفس وتقيؤ، ويصير عدة أيضا بالحقيقة nausea vomiting and sensitivity to the light. الليثارجي قلنا هذا بالحقيقة الخمول أو الخمول بلادة. Paralysis شلل temporary or permanent loss of muscle function، يعني قد يكون مؤقت أو دائم، هو يعني فقدان يعني في وظائف في وظيفة الأعضاء، يعني نسميها شلل. Paraplegia paralysis of the legs and lower part of the body. Paralysis يعني هو بالحقيقة شلل، paraplegia العفو هو يصير عندنا شلل في الأطراف السفلى من الجسم. Paresthesia يعني تخدر أو numbness يعني تنمل. Parkinson disease مرض Parkinson disease a disorder characterized by slow movement، يعني يصير بطء بالحركة، tremor يعني رجفة وارتعاش، رعشة and rigidity تصلب في اليد والكذا، also called Parkinsonism. إذن Parkinson disease يصير عندنا slow movement مشي بطيء، يصير عنده tremor ارتعاش، وأيضا يصير rigidity تصلب في اليد ومثلا غيرها. Quadriplegia paralysis of all four limbs يعني شلل الرباعي. سياتيكا احنا نسميها عرق النسا، هو نيورايتس التهاب الاعصاب characterized by severe pain along the sciatic nerve and its branches. اذا السياتيكا عرق النسا بالحقيقه هو هذا مرض اللي قلنا الباركنسون ديزيز characterized by slow movement، وايضا يصير عنده تريمر وريجيديتي. اما السياتيكا عرق النسا لانه الالم اللي بي ينسي ما دونه من الآلام فيسمونه عرق النسا، يصير الألم يعني بي على طول السياتيك نيرف، هذا السياتيك نيرف اللي يمتد على طول الفخذ والساق ويصل إلى القدم، فهذا إذا يصير بي severe pain along the sciatic nerve and its branches، فهذا نسميه عرق النسا. السيجر مثل ما قلنا هاي نوبات العصبيه، نوبات الاختلاجات، نوبات sudden disturbances in the brain function، هو خلل مفاجئ او يعني بالبرين يعني في وظيفه الدماغ due to abnormal uncontrolled burst of electrical activity of the brain. قلنا بالسيجر يصير عندنا burst يعني خلينا نقول هيك firing of abnormal electrical activity in the brain، يعني هذا تزداد فعالية البرين، الفعاليات الكهربائيات بالدماغ بصورة مفاجئة، وبالتالي تصير عندنا هاي نوبة الصرع، واللي احنا قلنا احيانا بعض الاحيان تسبب لنا هاي الكونفولشن اللي هي قلنا الانفولنتري مسل كونتراكشن. سكيزوفرينيا انفصام الشخصية، سيفير منتال ايلنس كاركترايز باي اوديتري هالوسينيشن، يعني هذا اوديتري قلنا يعني سمعي، هالوسينيشن يعني يسمع شغل هي ما موجودة، and inability to distinguish reality from fiction، وما قادر على أنه يميز بين الحقيقة والخيال، لذلك يسموها انفصام الشخصية. سينكوب يعني fainting أيضا تقريبا، يعني خلينا نقول الإغماء. تريمر مثل ما قلنا هي الرعشة، shaking involuntary movement قلنا نشوفها بالمرض الباركنسون مثلا، الفيرتيجو هو الدوار يعني الدوار، هذا مثل ما قلنا. السيجر هو abnormal electrical activity in the brain، من الممكن انه يسبب لنا يعني احنا نسبب لنا الصرع. سكيزوفرينيا قلنا هذا يصير عنده auditory hallucination، يتخيل اشياء سمعيه هي غير موجوده، وايضا
الشيزوفرينيا، قلنا الشيزوفرينيا هي يصير عنده انفصام الشخصية، يصير عنده auditory hallucination، يسمع أشياء هي بالحقيقة غير موجودة، وأيضا inability to distinguish between reality and fictions. الفيرتيغو قلنا هو بالحقيقة نقصد بالفيرتيغو هو الدوار. الدياجنوستيك تيست تريتمنت سيرجيكال بروسيجر ريليتد تو ذا سي ان اس، عندنا اول واحد الكمبيوتد توموغرافي او يسمونه المفراس. بالمفراس يوز اكس راي بيم حزمه من الاشعه روتيت اراوند ذا بيشنت تو برودوس مالتيبل كروس سكشن. تومو يعني قلنا مقطعي، تومو مالتيبل كروس سكشن فيو اوف ذا بودي. اذا هي ديورينج بس يسمونه سي تي سكان او المفراس اكس راي بيم يعني اشعه، هذه بالحقيقه من الاكس راي يعني روتيت اراوند ذا اريا اوف ذا بودي، تدور حول الجسم وبالتالي تعطينا صورة على الانترنال ستراكتشر على الأعضاء الداخلية للجسم. الكترو انسيفالوغرافي بالحقيقة هذا تخطيط الدماغ. الكترو انسيفالوغرافي مثل ما عندنا الكترو كارديوغرافي، عندنا الكترو انسيفالوغرافي هو جهاز تخطيط الدماغ يقيسنا الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا برين. اللمبر بانكشر، اللمبر بانكشر هذا ثقب بمنطقة القطنية. اللمبر بانكشر يعني هنا نسوي بانكشر يعني انسيرشن اوف ذا نيدل، ندخل النيدل الى بين الفقرات الى منطقة الحبل الشوكي ونسحب من عندها السيريبرو سباينال فلويد، نسحب من عندها سائل الحبل الشوكي اللي يستخدمه فور ذا دايجنوزيس مثلا تشخيص مرض السحايا او غيره في لاغراض التشخيص. اذا اللمبر بانكشر انسيرشن اوف ذا نيدل، ادخال الابره الى منطقه اللمبر سب اركنويد سبيس يعني المنطقه تحت العنكبوتيه هنا تو ويدرو سيريبرو سباينال فلويد فور ذا دايجنوزيس. Magnetic resonance imaging هذا الرنين use of radio waves and very strong magnetic field مجال مغناطيسي وبالتالي produce image of the soft tissue ينطينا صورة للأعضاء الداخلية. مثل ما قلنا إذا أول واحد هذا الكمبيوتر توموغرافي سي تي يسمونه سي تي سكان أو المفراس يعني أبيم إكس راي بيم يعني حزم من الأشعة الإكس أشعة السينية روتيت أراوند ذا بدي داير مداير الجسم وبالتالي تعطينا صورة على الانترنال ستراكتشر. اللمبر بانكشر أنه ندخل أبرة ندخل نيدل أبرة إلى بين الفقرات ونسحب السيريبرو سباينال فلويد، نسحب من عندها السيريبرو سباينال فلويد لأغراض التشخيصية. أما الإلكترو انسيفالو غرافي فهو قياس جهاز لقياس الإلكتريكال أكتيفيتي أوف ذا برين. اما الماجنتيك ريزونانس ايماجينينج الام ار اي هذا يسمونه جهاز الرنين يستخدم سترونج ماجنتيك فيلد وبالحقيقه ايضا تو برودوس ايمج يصور لنا الانترنال سوفت تيشو للانسجه الداخليه. الجهاز الثاني اللي عندنا هو بالحقيقة الاندوكراين سيستم الجهاز الغدد الصماء. الاندوكراين سيستم كونسيست اوف داكت less gland يعني غدد ما بيها ducts يعني ما بيها قنوات and organ that secrete hormone وهي تفرز لنا الهرمونات that directly into the bloodstream مباشرة إلى مجرى الدم. الجلاند بالحقيقة الغدة هي cell group مجموعة من الخلايا function as a secretory organ تشمل يعني وظيفتها هي secretory organ يعني جهاز يعني عضو إفرازي. In the case of endocrine system, the secretion is called hormone. المادة اللي تفرزها الاندوكراين جلاد احنا نسميها الهرمونات. والهرمون هاي transport into the bloodstream وتنتقل لنا في عن طريق مجرى الدم وبالتالي تحفز لنا specific cells or tissue خلايا وتحفز خلايا او انسجة. طبعا هذه تعمل together with the central nervous system يعني هذا الجهاز الاندوكراين سيستم يعمل بالتنسيق مع النيرفس سيستم مع الجهاز العصبي وبالتالي to maintain homeostasis يعني للحفاظ على التوازن الكيميكال بالانس التوازن في داخل الجسم. مثل ما قلنا the nervous system also contribute to this process يعني النيرفس سيستم ايضا هو either stimulating or delaying the hormone release. ايضا النيرفس سيستم هو بالحقيقه من الممكن انه stimulate
ديليت يحفز لنا السكريشن اوف ذا هرمون او ديلينج ذا سكريشن اوف ذا الهرمون. يعني اذا الجهاز اذا الاندوكراين سيستم هو داكتلس جلاند سكريت هرمون دايركتلي تو ذا بلاد ستريم، وايضا هو يعمل لنا بالتنسيق مع النيرفس سيستم تو مينتين ذا هوميوستاسيس توازن الجسم. طبعا سيفيرال جلاند اكو هواي عندنا جلاند موجوده بالجسم انكلود البينيال الغده الصنوبر البينيال جلاند الغده الصنوبريه البيتيوتري جلاند الغده النخاميه باقسامها بالفصل الامامي والفصل الوسطي والفصل الخلفي وايضا الثايرويد الغده الدرقيه وايضا الباراثايرويد الغده الجانب الدرقيه وايضا الثايموس هاي الغده الزعتريه الادرينال جلاند هاي الغده الكظريه الموجوده فوق الكليه بجانبها القشره واللوب والبنكرياس اللي موجودة بتفرز لنا الإنسولين والتيستس هذه الخصيتين عند الذكور والأوفري المبايض عند الإناث. الورد بارتس ريليتد تو ذا اندوكراين سيستم الأكرو يعني اكستريميتيز يعني الأطراف أدين يعني جلاند يعني غدة أدرينال جلاند الغدة الكظرية الأندرومان يعني أندروجين يعني الهرمون اللي يولد لنا الصفات الذكورية الكالسيوم كراين يعني قلنا اندوكراين يعني تو سيبريت اور سيكريت يعني افرز لنا اندوكراين سيكريتينج انترنالي يعني افرز لنا افرازات داخليه استر يعني استرو يعني فيميل استروجين يعني فيميل يعني الاستروجين يعني هرمون الاستروجين اللي هو مسؤول عن الصفات الانثويه بينما الاندر يعني مان الاندروجين هو الهرمون المسؤول عن الصفات الذكريه جلوكو يعني شوغر او جلوكوز او جلايكوجين جلايسيميا وغيرها شوغر ايضا جلوكوز جلايكوجين إن يعني إنسولين أدرينالين دوبامين وغيرها هاي بالحقيقة suffix used هاي تضاف إلى in the formation of the name of chemical substances هذه عادة أن المواد الchemical substances مثلا الهرمونز وغيرها يحطون بالأخير إن إنسولين أدرينالين وهكذا كثير أحيانا الchemical substances يحطوا لها إن بالأخير ميجالي يعني enlargement يعني تضخم أوما يعني تيومر بنكريات يعني بنكرياس باراثايرويد يعني الباراثايرويد جلاند وايضا الثايرويد هو ثايرويد جلاند الغده الدرقيه هذه الامور واضحه ديسوردرز بعض الامراض اللي هي ريليتد الى الاندوكراين سيستم الى الجهاز الغدد الصماء الاكروميجالي يعني تضخم الاطراف اوفر جروث اوف ذا بون اند سوفت تيشو سبيشالي ان ذا هاند ان ذا فيت اند ذا فيس بالوجه كوز باي ان اكسس اوف جروث هرمون ان ان ادلت اذا هذا يصير عندنا تضخم بالاطراف خصوصا بالاصابع بالاطراف بالايد بالرجل وايضا بالوجه بسبب زياده هرمون النمو الجروث هرمون ان adult في بالكبار زيادة الهرمون الادلت يعني ان ادلت مرض اديسن ديسوردر ان ويتش ذا ادرينال جلاند الغده الكظريه نت برودوس سفيشنت كورتيزول الاديسن مرض اديسن يعني هو مرض يصيب لنا الادرينال جلاند الغده الكظريه ما تفرز لنا سفيشنت كورتيزول كورتيزول كافي ادينوما نيوبلازم اوف ذا جلاند يعني سرطان الغده ادينايتس هو التهاب الغده كونجينيتال يعني ولادي اكزيستينج ات بيرث يوجوالي اب نورمال ولكن نوت هيريديتري يعني مو وراثي هو اكزيستينج ات بيرث يعني بالولاده بس مو وراثي الهيريديتري هذاك احنا نسميه وراثي هذا مثل ما قلنا الأكروميجالي هو تضخم الأطراف بسبب زيادة الجروث هرمون هرمون النمو إن أدلت يعني بالأدلت هو كبير ويزيد عنده الجروث هرمون يصير عنده تضخم بالأطراف وأيضا يشوفه بالفيس الأدينوما قلنا النيوبلازم يعني سرطان خلينا نقول الغدة هذا مثل الأدرينال أدينوما الكونجينيتال قلنا الكونجينيتال يعني ولادي كونجينيتال هايبوثايرويدزم يعني قلة إفراز الغدة الدرقية الولادي يعني هو من الولادة ينولد وعنده هرمون الغدة الدرقية خليل إذا الكونديشن كوز باي كونجينيتال لاك of thyroid secretion characterized by arrested mental development طبعا الطفل هذا اذا صار عنده congenital hypothyroidism اذا كان من الولاده وعنده الثايرويد هرمون قليل فبالحقيقه هذا يصير عنده يعني تخلف عقلي يصير عنده mental retardation
عندنا الكوشينج ديزيز هو عكس الاديسن ديزيز. قلنا العكس الاديسن ديزيز قله بالادرينال سكريشن اوف ذا الكورتيزول او ماكو، اما بالكوشينج ديزيز فهو بالحقيقه الاوفر اكتيفيتي اوف ذا ادرينال كورتكس، فهذا يصير عنده وجه القمر يسمونه الكوشينج فيس كوشينج ديزيز. Diabetes insipidus قد هذا سميناه ده السكري الكاذب، a disorder caused by insufficient release of anti-diuretic hormone from the pituitary، قلة إفراز الانتي-diuretic hormone من الغدة النخامية، فيصير عنده excessive diuresis, excessive urination و excessive thirst، يشرب مي هواية. أما diabetes mellitus فهو هذا ده السكري المعروف، a disorder of the glucose، المشكلة بالسكر glucose metabolism في تأيض glucose deficiency، أما قلة انعدام الانسولين برودكشن اور فيلر اوف ذا تيشو تو ريسبوند تو انسولين. اذا يعني يا اما اذا السكر بالحقيقه هو يا اما انعدام الاوكس الانسولين او احيانا ان ابيليتي فيلر اوف ذا تيشو تو ريسبوند تو انسولين، يعني عدم استجابه او قله استجابه الجسم للانسولين، او نسميها ممانعه الجسم او مقاومه الجسم لمفعول الانسولين يسموها الانسولين ريزيستنت. اذا عندنا السكر هو اما انعدام الانسولين او بالحقيقه ان ابيليتي اوف ذا او فيلر اوف ذا تيشو تو ريسبوند تو انسولين، يعني الجسم ما يستجيب لعمل الانسولين، احنا نسميه او بصعوبه نسميه الانسولين ريزيستنت. جايجانتيزم بالحقيقة الجايجانتيزم يعني هو العملاقة abnormal overgrowth of the body due to excessive secretion of the growth hormone before puberty قبل البلوغ also called جايجانتيزم. إذن عكس بالحقيقة بالأكروميجالي قلنا يصير عندنا بالأكروميجالي تضخم الأطراف وأيضا تضخم بسبب زيادة الجروث هرمون in adult بالكبار، أما زيادة الجروث هرمون قبل البلوغ فيسبب لنا مرض العملاقة مرض العملاقة. فإذا هسه هذا قلنا الكوشينج ديزيز بسبب زيادة الأوفر أكتيفيتي أوف ذا الأدرينال وزيادة جلاند وزيادة إفراز الكورتيزول. كونجينيتال هايبوثايرويدزم هذا ولادي عندنا يصير قلة الثايرويد أكتيفيتي الثايرويد هرمون الولادي، وبالتالي يصير عنده منتال أرستد منتال ديفلوبمنت يعني توقف يعني تطور العقلي، وبالتالي يصير عنده تخلف عقلي. كده الديابيتس انسيبيداس هو insufficient anti-diuretic hormone secreted from the pituitary gland، فيصير عندنا excessive urination و excessive thirst يشرب مي هواية. قلنا الجايجانتيزم يعني هو يصير العملقة بسبب أنه excessive growth hormone before puberty يعني قبل البلوغ، abnormal growth يعني overgrowth مثل ما قلنا due to excessive secretion of the growth hormone before puberty. جلايكوز يوريا اكسس شوغر ان ذا يورين، طبعا هذا نشوفه بمرض السكر يعني افراز السكر في الادرار. الجويتر يعني تضخم الغده الدرقيه، قد يكون توكسيك او قد يكون نان توكسيك يعني قد يكون سام او غير سام، يعني ممكن هذا احنا نسميه هايبر جلايسيميا يعني زياده السكر في الدم، هايبوغلايسيميا انخفاض مستوى السكر في الدم، الهايبوثايرويدزم ديكريز ان ثايرويد هرمون برودكشن قله افراز الهرمون الغده الدرقيه، الهايبرثايرويدزم هو زياده افراز الهرمون الغده الدرقيه. هاي الجويتر قلنا هي اللارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند، قد تكون توكسيك وقد تكون نان توكسيك. البوليديبسيا اكسسيف ثيرست ذات يوجوالي انديكيت دايابيتس، اكسسيف ثيرست يشرب لنا مي هوايه فهذا نسميه بوليديبسيا. اما فرط الاكل فهو بوليفيجي اكسسيف هانجر يجوع ياكل هوايه، ايضا هو بالحقيقه احد علامات مرض السكر. فاذا السكر يسوي لنا بوليديبسيا يشرب مي هوايه، بوليفيجيا ياكل هوايه، وايضا يصير عندنا بوليوريا افراز الادرار مع افراط. بوليوريا ايضا يصير عنده اكسسيف يورينيشن. تيتاني ان ابيليتي اريتابيليتي اند سبازم، بالحقيقه سبازم اوف ذا مسل ماي بي كوز باي لو بلاد كالسيوم اند اذر فاكتور. التيتاني قلنا هذا يصير عندنا تقلص بالعضلات بالحقيقه، وتقلص بالعضلات هذا ممكن يسبب لنا ايضا قله الكالسيوم او امراض اخرى بالحقيقه بكتيريا ممكن تسبب لنا اياها اخذناها سابقا. الثايروتوكسيكوسيس
A condition resulting from overactivity of the thyroid gland. يعني تقريبا نفس الهايبرثايرويدزم excessive overactivity of the thyroid gland. علاماتها هي القلق الirritability النرفزة والتوتر weight loss فقدان الوزن وsweating يعرق كثيرا هاي كلها علامات overactivity of the thyroid gland. والسلام هذا التيتاني قلنا هذا البوليديبسيا يشرب مي هواية البوليفيجيا يأكل هواية البوليوريا إفراز الإدرار كثير هاي كلها علامات السكر بالحقيقة التيتاني قلنا هذا مصل كونتراكشن عادة مثلا يسبب لنا مثلا قلة الكالسيوم هايبوكالسيميا من الممكن أنه تسببه لو بلد كالسيوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا